الصفقات اللي عملتها في إدارة النادي لتدعيم الفريق. والبداية الحقيقة يمكن كانت مبكرة جدا، يعني رباعية أمام الإسماعيلي أسلجت قلوب الأهلاوية كلهم، خماسية قدام الزمالك برضو إلى حد كبير جدا كانت مرضية، ناس كتير شايفة أنها واحدة من النتائج التاريخية اللي اتحققت في ديربي القاهرة. كنت شايف أنه النتائج هتيجي بسرعة كده، أو أنه المقدمات في بداية الموسم هتحصل بسرعة كده؟ كنت متوقع أنه قدام الزمالك نكسب بنتيجه 5، ولا النتيجه نوعا ما كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ لا انا كنت متوقع، انا بالنسبه للامكانيات يمكن انا معاك في حلقات سابقه، امكانيات لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده دلوقتي على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي، لا بتدي بترفع سقف الطموحات بالنسبه لي وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، يقدروا يعملوا اكتر من كده بكتير جدا. ويمكن انا في حلقه من الحلقات قلت لك احنا المفروض ناخد دوري بالجيل ده بالامكانيات دي قبل ما يخلص في نص الدور الثاني نكون خدنا بطوله الدوري، وهم يقدروا يعملوا كده. يعني مش احنا بنتكلم عشان احنا اهلاويه أيوة. لا كامكانيات فنيه فرديه وجماعيه يقدروا يعملوا كده. فكان امبارح المباراه كان ممكن الاهداف كمان تزيد، وطبعا مبروك عليهم، لعيبه كبيره، لعيبه بتعرف يعني ايه قيمه الفانيلا اللي هم لابسينها، لعيبه بتحترم جماهيرها وبتحترم ادارتها وبتحترم جهازها الفني، في الاوقات الصعبه بتلاقيهم تركيز عالي جدا، ثبات انفعالي عالي جدا، وربنا دايما سبحانه وتعالى بيدي اللعيب التوفيق بيجي. احنا كنا موفقين جدا امبارح، ولكن التوفيق ربنا سبحانه وتعالى بيديه دايما للعيب المجتهد اللي يستاهل ان هو يكون التوفيق بجنبه. فالحمد لله احنا امبارح كل العوامل الخارجيه اللي قبل بدايه المباراه كانت تدي لك مؤشر ان احنا هنعمل نتيجه كبيره وهنكسب وهنعمل عرض مقنع جدا وجميل جدا. ثبات انفعالي قبل الماتش، انا بعرف اللعيب كوره من قبل الماتش من وشه، من تعبيرات وشه وهو بيسخن. لعيبه تفرح، لعيبتنا تفرح، مفيش خوف، في ثقه بالنفس، في ثبات انفعالي، في تركيز، قمه كل حاجه من اللي انا قلتها دي كانوا 200% مش 100%. والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى كان معانا، لان هم يستاهلوا ان التوفيق يكون معاه. اسباب تفوق موسيماني